الهند تستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أزف موعد انعقاد القمة السنوية الهندية الروسية 21، قمة تختلف عن سابقاتها من القمم تطغى عليها المعادلات العسكرية والسياسية. زملاؤنا وزيرا الخارجية والدفاع موجودون هنا، هذا هو الاجتماع الأول على هذا المستوى، وهذا يعني أننا نواصل تطوير علاقاتنا على الساحة الدولية وفي المجال العسكري. تريد الهند موازنة علاقتها مع موسكو وواشنطن. يجمع الهند تاريخ طويل من العلاقات الوثيقة مع روسيا، إلا أنها وطدت روابطها في السنوات الأخيرة مع واشنطن، وزادت من حجم التجارة الدفاعية الثنائية معها من قرابة الصفر في العام 2008 إلى 15 مليار دولار في العام 2019. تسعى بذلك للوقوف بوجه الصين، فهناك النزاع الحدودي مع بكين الذي تطور إلى اشتباكات دامية قبل شهور عدة. دخلت نيودلهي في التحالف الرباعي الذي يضم الولايات المتحدة واليابان وأستراليا، تحالف تشكل ردا على تنامي نفوذ الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي وتحفظت عليه روسيا، تحفظ تحاول الهند تبديده عبر تعزيز العلاقات التجارية والعسكرية مع موسكو، رغم أن روسيا لا تزال أكبر مورد للمعدات الدفاعية إلى الهند، وذلك بنسبة 58% بحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. ستكون اتفاقاتنا مفيدة في مختلف القطاعات وفي إطار مبادرة يصنع في الهند. إن مشاريع التنمية المشتركة والإنتاج المشترك بيننا تسهم في تعزيز تعاوننا الدفاعي، كما أن تعاوننا يتقدم في قطاعي الفضاء والنووي المدني. سبق وأن أبرمت دلهي مع موسكو صفقة قيمتها أكثر من 5 مليارات دولار لشراء منظومة الدفاع الروسية S-400 التي وصلت دفعتها الأولى بالتزامن مع هذه الزيارة، صفقة قد تعرض الهند إلى عقوبات بموجب قانون كاتسا الأمريكي الذي يستهدف خصوم واشنطن. إذن هي موازنة تبدو صعبة بنظر المحللين، فالهند تتقرب من واشنطن لمواجهة الصين، وبالمقابل تتقارب موسكو مع بكين بشكل متزايد لمواجهة واشنطن.